بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، برحب بكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنستكمل مع بعض الفيديوهات الخاصة بالشرح. النهاردة بإذن الله موعدنا مع الغدة الكظرية، أو بنسميها الغدة فوق الكلوية. فوق الكلوية لأن هي موجودة فوق الكليتين، أو على حسب الوظيفة بتاعتها بنسميها غدة الطوارئ. الغدة دي من الغدد المهمة جدا والخطيرة جدا في جسم الإنسان، لأن هي بتدخل في العديد من الوظائف وبتنظم العديد من العمليات. طيب، مبدئيا قبل ما نتكلم في أي حاجة يا شباب، لازم ناخد بالنا ان الغدة الكظرية دي بيجي لها اوامر من الغدة النخامية. الغدة النخامية الفص الامامي، عرفنا ان فيه هرمونات بتخرج من الفص الامامي للغدة النخامية، بتروح لقشرة الغدة الكظرية، تمام، وتنبهها ان هي تقوم بالمهام بتاعتها. فتعالوا نشوف مع بعض الغدة الكظرية كده مع بعض. قال لي اول حاجة هي موجودة فين؟ هنعرف ان هي موجودة عندنا فوق الكليتين. الكليتين بيكونوا موجودين في الجانب الخلفي من الجسم، في ظهرك من الخلف. هذا منظرهم عندنا. هنلاحظ ان احنا عندنا اوردة بشرايين، تمام، ادي الشريان جاي من القلب اللون احمر، بيضخ الدم جوه الكليتين ويبدا يحصل فلترة للدم جوه الكليتين، ويتنظف منها ويتشال منها البول ويخرج بره الجسم، ويرجع عندي الدم الفقير الاكسجين او الغير غني بالاكسجين او الغني بثاني اكسيد الكربون، ويرجع عندي القلب مرة اخرى. ده منظر تاني، ادي المنظر الامامي، تمام، منظر الجسم الامام، وده منظر الكليتين، وهو على جانبي العمود الفقري، بيكون ورا المعدة والكبد، تمام، وأعلى القناع العظمية أو الجهاز الهضمي. ده بالنسبة للموقع الخاص بالكليتين. شوية مع بعض هنشوف بعد كده التركيب الخاص بكل غدة منهم، هنشوف ايه المكونات الداخلية وايه الهرمونات الخاصة بكل عضو منهم. طيب تعالوا نشوف مع بعض. ده المنظر عندنا اهو، ده منظر كليتين، ده كلية واحدة منهم، دي الكلية اليمنى، تمام، وده الغدة الكظرية موجودة فوق منها. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده هنستفيد منه ايه. بتلاقيها طبقتين او جزئين، الجزء الخارجي الكبير ده بنسميه القشرة، الجزء الداخلي بنسميه النخاع. ولو لاحظتوا برضو الأوعية المهمة موجودة، القشرة تمثل بالنسبة للحجم بتاعها 80%، لكن بالنسبة للنخاع يمثل 20% فقط، تمام كده. يبقى احنا عندنا القشرة تمثل 80 لكن النخاع يمثل 20. فلذا لما بنيجي نلاحظ الهرمونات الخاصة بالغدة الكظرية، بنلاحظ ان احنا عندنا الهرمونات الخاصة بها بيكون كميتها كبيرة، تمام، يعني بيخرج منها كميات هرمونية، بيخرج منها هرمونات بكمية كبيرة، على عكس النخاع بيكون هرموناته عندي أقل. طيب، من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها ان تنبيه القشرة بيكون من الغدة النخامية، لكن تنبيه النخاع بيجي عندنا بتنبيه عصبي. يبقى احنا في فرق عندنا ما بين التنبيه الخاص بالقشرة والتنبيه الخاص بالنخاع. القشرة التنبيه بتاعها بيكون هرموني، هرمونات بترسل اليها وبالتالي بتنظم عملها، لكن بالنسبة للنخاع بيكون التنبيه خاص من خلال الجهاز العصبي، لان بيكون هرمونات الطوارئ. تعالوا مع بعض نشوف عندنا ايه الجزئيات اللي هنتكلم فيها. نيجي مع بعض اول حاجه، الغدتان الكظريتان او الفوق كلويه. عرفنا ان هما بنسميهم غده الانفعال. غده الانفعال ليه؟ لان فيه هرمونين مهمين هيفرزوا عندنا من النخاع الخاص بالغده. طيب تعالوا نشوف مع بعض من حيث الموقع. شفنا مع بعض في الفيديو من شويه ان كل منهما تقع فوق احدى الكليتين، تمام، يعني كل غده منهم في اعلى الكليه، فبنسميها احيانا الغده الفوق كلويه لان هي فوق الكليه متراكبه فوق منها مباشره. طيب هذا من حيث الموقع. من حيث التركيب عرفنا ان هي جزئين، الجزء الخارجي بنسميه القشره اللي هو في الخارج ده، والجزء الداخلي بنسميه النخاع، تمام. ده من حيث الناحيه التشريحيه، من حيث التشريح يعني قطعناها وبصينا عليها من الداخل. طيب فيسيولوجيه من حيث الوظيفه يعني، تمام، او علم الوظائف بتاعتها او وظائف الاعضاء، هنعرف ان دي لها وظيفه ودي لها وظيفه. القشره لها وظائف مختلفه عن النخاع. تعالوا نشوف مع بعض بالنسبه لتنبيه. نيجي مع بعض نشوف ازاي بتنبه القشرة الخاصة بالغدة الكظرية. عرفنا ان القشرة الخاصة بالغدة الكظرية التنبيه بتاعها بيكون تنبيه هرموني. مين المسؤول عن تنبيه القشرة؟ ده بيكون الغدة النخامية. في عندنا هرمونات بتفرز من الغدة النخامية هي المسؤولة عن تنشيط الغدة او قشرة الغدة الكظرية لافراز الهرمونات الخاصة بها، واللي هنعرفها بعد شوية. طيب لكن بالنسبة للنخاع زي ما اتفقنا ان التنشيط بيكون تنشيط عصبي. تعالوا نشوف ايه الهرمونات اللي بتفرز عندنا من القشرة. قال القشرة عندنا بتفرز مجموعة من الهرمونات بنسميها الاستيرويدات، وبعض المراجع بتكتبها كورتيكوستيرويدات، استيرويد يعني دهون، تمام، فبنسميها مجموعة الهرمونات الدهنية، تمام، لأن هي بتتكون من دهون. ده من حيث التركيب الكيميائي بتاعها. طيب
ايه الهرمونات اللي موجوده عندنا في الاستيرويدات؟ قال اول واحد منها هرمونات سكريه، يعني خاصه بالايض السكري، منهم كورتيزون وكورتيكوستيرون، دول هرمونان خاصين بالهرمونات السكريه. معلومه بسيطه ان قشره الغده الكظريه الهرمونات اللي بتفرز منها فوق ال 24 هرمون. يعني العلماء حصروا الهرمونات اللي بتفرز من القشره وجدوا ان عدد الهرمونات اللي بتفرز من القشره لوحدها اكثر من 24 هرمون، من ضمنهم الهرمونات السكريه اللي احنا بنتكلم عنها، كورتيزون وكورتيكوستيرون. طيب دول مهمتهم ايضا المواد الكربوهيدراتيه، السكريات، النشويات. تمام كده، يعني هم دول اللي بيظبطوا لي السكر والنشا، هل يا ترى يتم حرقهم ام يتم تخزينهم، تمام، على حسب الحاله اللي احنا بنتكلم عنها في عمليه الايض. طيب النوع الثاني او المجموعه الثانيه بنسميها الهرمونات المعدنيه، ويسموها احيانا الالدوستيرون. الالدوستيرون، الالدوستيرون ده مهمته ان هو يظبط لي محتوى المعادن اللي موجوده في داخل الجسم. جسمك بيكون محتاج مجموعه معينه من المعادن، صوديوم، بوتاسيوم، يا ترى الجسم محتاج ايه اكتر؟ محتاج عندنا الصوديوم. طب والبوتاسيوم؟ لا، محتاجه عندنا بكله. ففي الحاله دي هيبعت اوامر للكليتين، يا كليتين عيد امتصاص. يعني ايه عيد امتصاص؟ يعني ما تطردش الصوديوم مع البول، لا، يرجع تاني عند الصوديوم للدم مره اخرى. طب بالنسبه عندنا للبوتاسيوم يتم طرده خارج الجسم. طيب في احيان ممكن يكون انا واكل مثلا حاجات فيها ملح بكميه كبيره والصوديوم في جسم عالي، ما فيش مشكله، الهرمون ده برضه هينظم لي العمل ويترك كميه الصوديوم لحد ما يرجع لي مستوى الصوديوم للمستوى ايه الملائم. بنسمي الهرمون ده برضه اسمه الهرمون المعدني لانه خاص بالمعادن، مهمته انه يحافظ على توازن المعادن الموجوده بالجسم. فمثلا يساعد على اعاده امتصاص الاملاح زي الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق ايه الكليتين. يعني اي معدن موجود في قلب الجسم غالبا هرمون الالدوستيرون هو اللي بينظم العمل الخاص بيه. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض المجموعتين الاساسيتين الاولانيين اللي موجودين عندي في القشره، دول اتنين، ولسه هناخد مجموعه كمان بعد كده. المجموعه الاولانيه اللي هي مجموعه الهرمونات السكريه، خدنا منها مثالين كورتيزون كورتيكوستيرون، ايه مهمه الاثنين، ايض الكربوهيدرات او المواد الكربوهيدراتيه، الكربوهيدرات اللي في جسم الانسان كم شكل، يا سكريات وده بنتكلم عنها سكريات احاديه او ثنائيه، تمام، وغالبا بيكون احاديه، يا اما نشويات، وعرفنا ان النشا اللي بيكون مخزن في جسم الانسان ما هو الا نشا حيواني بيطلق عليه جلايكوجين، وغالبا يخزن في الكبد والعضلات. النوع الثاني او المجموعه الثانيه عرفنا ان هي الهرمونات المعدنيه، ومن مثال ليها الالدوستيرون. طيب ايه مهمتك يا الدوستيرون؟ قال انا مهمتي تنظيم مستوى المعادن او كميه المعادن الموجوده في الجسم، بعمل توازن ده. طيب ممكن توازن لي ما بين الصوديوم والبوتاسيوم؟ ايوه. هتعمل ايه في الصوديوم؟ هعيد امتصاصه. ليه؟ لان الحاجه ليه كميه كبيره بنحتاجها على طول معانا، تمام. طيب بالذات يعني عندنا الخلايا العصبيه، لما اتكلمنا في الخلايا العصبيه في الانقباض العضلي عرفنا ان احنا محتاجين ايونات الصوديوم. طيب بالنسبه للبوتاسيوم، ده البوتاسيوم لما يكون زياده عن المطلوب هنرسل رساله للكليتين ان هي تتخلص منه، يبقى اعاده امتصاص الصوديوم وطرد ايه البوتاسيوم. نيجي مع بعض للمجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه بنسميها الهرمونات الجنسيه، الهرمونات الجنسيه. طيب الهرمونات الجنسيه ديت هرمونات بتفرز على حسب الجنس اللي موجود عندي، يعني الذكور لها هرمونات خاصه بيها زي هرمون التستوستيرون اللي بيفرز من الخصيتين. عندنا الغده الكظريه قشرتها بتفرز هرمونات ذكوره مشابهه بالظبط زي التستوستيرون وبتأدي نفس المهمه بتاعتها. الحريم او الاناث عندهم هرمونات انثويه، مين؟ استروجين وبروجسترون، وبرضه بيفرزها عندها المبيضين الخاصين لها، تمام. طيب بيفرز برضه القشره الكظريه نفس الهرمونات. طيب ناخد بالي من مشكله ممكن تحصل عند بعض الاشخاص، ايه هي؟ ان ممكن يحصل تضارب في احد الخصيتين، في احد الغدتين القشره بتاعتها، وتفرز لي هرمونات معاكسه للشخص، هرمونات عكس الشخص، يعني الشخص قدام مني ذكر لكن القشره بتفرز هرمونات انوثه، ففي الحاله دي حصل عنده تضارب في الهرمونات، فبالتالي ممكن الاحظ عليه علامات انثويه او العكس، انثى تمام عندها مبيضين لكن عندها تضارب في الغده الكظريه وبتفرز هرمونات ذكريه، ففي الحاله دي ممكن يظهر عليها خصائص الذكوره، وده اللي ممكن نلاحظه احيانا في بعض البنات، نلاقي ان صوتهم خشن او بعض الشباب نلاقي ان صوته ناعم، تمام. دي ممكن تكون اختلالات نتيجه تضارب في الهرمونات الموجوده. طيب نقطه جات لي من شخص سمعته قبل كده بيتكلم عن حديث عن احد الاشخاص حصل عنده فشل كلوي، الكليتين بتاعه فشلوا، تمام. فتم التبرع ليه بكليه من احد الاشخاص. الشخص ده قبل العمليه ما كانش عنده لا ذقن ولا شوارب، علامات الذكوره كانت عنده ضعيفه جدا مش باينه عليه، تمام، يعني دقنه خفيفه جدا، تمام، شواربه خفيفه جدا. بعد العمليه بفتره فوجئ من الشخص ده بدا يطلع له شعر كثيف في الذقن في الشوارب، قال له
الشخص ده اشمعنى يعني العلامات الذكريه بدات تظهر عليه بقوه؟ فبيستفسر مني، كان بيسالني السؤال ده، بيقول لي ده في واحد حصل معاه كذا كذا. فقلت له هو عمل عمليه زراعه الكليه؟ قال لي ايوه عمل عمليه زراعه الكليه. قلت له ده السبب؟ الشخص اللي اخذ منه الكليه، الشخص ده كانت الهرمونات اللي بتفرز من الغده الكظريه او من قشرتها نشطه، كميتها كبيره، فبالتالي ظهرت عليه خصائص ايه؟ الذكوره. ممكن يحصل بقى عندنا العكس، لو احنا مثلا واحد اصيب بفشل كلوي وتم التبرع ليه بكليه مثلا من انثى، يبقى في الحاله دي ممكن هرمونات الانوثه بتاعتها تاثر عليه، او العكس انثى حصل عندها فشل كلوي وتبرعنا لها بكليه من ذكر، في الحاله دي ممكن يظهر عليها خصائص ذكور، يبقى ده ممكن يحصل تضارب في الجنس. طيب تعالوا نشوف مع بعض. اذا حدث خلل بين توازن هذه الهرمونات والهرمونات الجنسيه المفرزه من الغده المختصه، يعني احنا عرفنا ان احنا عندنا غده مختصه بالتناسل اللي هي الخصيتين او المبيضين، وحصل تضارب مع الغده اللي هي بتاع القشره الكظريه، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل للشخص؟ قال لي في الحاله دي هيظهر عليه صفات وعوارض الانوثه لو انا بتكلم عن ذكر. طب لو انثى نفس الوضع، ظهور صفات وعوارض الذكوره لو بتكلم عن انثى. طيب هل يا ترى ممكن ياثر على الوظيفه الانجابيه والاعضاء التناسليه؟ ايوه ممكن يحصل عنده ضعف او ضمور في الغدد التناسليه، ضعف في المبيضين او في الخصيتين. لو هو راجل وعنده الهرمونات الانثويه تمام بتفرز من قشره الكظريه، هتضعف له الاعضاء التناسليه بتاعته. تمام. طيب وبالنسبه للناس نفس الوضع، فممكن عندنا يحصل الموضوع ده، وبالذات بيكون لو حصل تورم في قشره الغده، الغده نفسها حصل فيها تورم وبدات الهرمونات بتاعتها تزيد، تمام، بالذات لو متضاربه، يبقى في الحاله دي هتضعف له الغدد الجنسيه الخاصه او الاساسيه بتاعته. شفنا مع بعض منظر الكليتين، خلاص وعرفنا الهرمونات اللي بتفرز من كل واحدة منهم وعرفنا الموقع بتاعها. طيب بالنسبة عندنا للنخاع، نخاع الغدة الكظرية، هنلاقي ان نخاع الغدة الكظرية عندنا التنبيه الخاص بيه تنبيه عصبي، ولازم ناخد بالنا من النقطة دي. ايه هي؟ ان في فرق ما بين التنبيه في القشرة والتنبيه في النخاع. تاني، في فرق ما بين التنبيه في قشرة الغدة الكظرية ونخاع الغدة الكظرية. ايه الفرق؟ قلنا القشرة بيجي لها التنبيه من الفص الأمامي للغدة النخامية، لكن لو بنتكلم عن النخاع التنبيه بيكون عصبي. طب ليه عصبي؟ لأن النخاع عندنا وظيفته طوارئ، وظيفته طوارئ نجدة، طوارئ بتطلع عندي في حالات محتاجة سرعة. طيب ايه الفرق؟ طب ما انا عندي الهرمون وعندي الجهاز العصبي. قبل كده في فيديو سابق عرفنا الفرق ما بين الجهاز العصبي والجهاز الهرموني من حيث السرعة. الجهاز العصبي بينقل في صورة إشارات كهربية بتاخد جزء من الثانية من لحظة خروجها لوصولها للعضو المستهدف، لكن الهرموني ده لسه هيفرز للدم، ويا ترى الدم ده هيطلع مباشر؟ ما اعتقدش ان هو هيطلع مباشر، غالبا هيروح على القلب، لسه هيلف في البطون الاذين الايمن، البطون الايمن، وبعد كده يخش على الرئتين يتنضف ويرجع تاني على الجانب الايسر، اذين ايسر، بطين ايسر، وبعد كده يطلع على الاورطه، والاورطه بعد كده يوزعه على الجسم. فالفترة الزمنية اللي هيستهلكها الهرمون للمرور في الجهاز الدوري وحتى الوصول إلى العضو المنفذ هياخد معانا فترة طويلة. فإحنا عندنا في هرمونات النجدة والطوارئ، النجدة والطوارئ زي إيه؟ خوف، قلق، توتر، هروب من الأعداء، كل دي عندنا مواقف بتستدعي نجدة أو طوارئ. تعالى نشوف مثلا كمثال، أحد الطلاب المشاغبين تمام في قلب الصف عام أصدر صوت، المدرس شك إن أنت مثلا اللي عملت الصوت، أقف يا فلان. مجرد ما المدرس وقفك أنت بقيت متوتر، خايف، تمام، قلبك بيدق، نبضات قلبك سريعة، جسمك بدأ يعرق، وشك ممكن يصفر، إيدك تعرق، وبالذات لو أنت اللي أخطأت أو أنت صاحب المشكلة، تمام؟ طيب، واحد طلعك قدام الإذاعة بتاع المدرسة، نفس الوضع، كلب بيجري ورا منك في الشارع، نفس الوضع، كل ديتي نادية وطوارئ، محتاجة منك سرعة بديهة، سرعة تنفيذ للأوامر، سرعة في بعض الأعضاء، وهنشوفها مع بعض أعضاء كتير هتشتغل، هجيب لك صورة خاصة بالجهاز العصبي هتربط لنا الموضوع ده إن شاء الله. فهنلاقي كل الاجزاء ديت محتاجه منك سرعه، محتاجه طوارئ، فما ينفعش ان انا ابعت الرساله عن طريق الجهاز الهرموني، عايزين نبعتها مباشره عن طريق جهاز اسرع. مين الجهاز الاسرع من الهرموني؟ كان الجهاز العصبي. فبنلاقي عندنا ان نخاع الغده الكظريه بيفرز هرمونين سواء كان اسمه الادرينالين او النور ادرينالين، احيانا في بعض المصادر الاخرى بيسموه ابي نفرين ونور ابي نفرين، هم بنفس الشيء. لو قلنا ادرينالين اللي هو الابي نفرين، نور ادرينالين اللي هو نور ابي نفرين، نفس الاسم ما فيش مشكله، بس احنا عندنا في المنهج المصري بنسميه ادرينالين ونور ادرينالين، بس انا بحبك الاضافات اللي موجوده في بعض المناهج الاخرى على اساس يبقى انت عندك ايه رؤيه واضحه لكل حاجه. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض، نخاع الغده الكظريه عرفنا ان هو بيفرز الهرمونين الخاصين بوظائف حيويه زي حاله الطوارئ،
زي الخوف، الإثارة، القتال، الهروب، تمام؟ موقف قتال حصل بينك وبين واحد في قلب الشارع، مشكلة، واحد بيعاكس أختك في قلب الشارع، هتعمل إيه؟ تمام، لسه الهرمون هيفرز ويروح يقول الغدة الكظرية للنخاع بتاعها يلا افرز لي الأدرينالين والنور أدرينالين. لا، مجرد ما أنت شفت الموقف أو سمعت الصوت أو سمعت الكلمة اللي ما عجبتكش، مباشرة حصل تنبيه من الجهاز العصبي، رسالة راحت على النخاع مباشرة، والنخاع بدأ يفرز الهرمون اللي إحنا عايزينه. طيب إيه المظهر اللي هتظهر عندنا؟ أول حاجة زيادة نسبة السكر في الدم. طب ليه السكر يزيد في الدم؟ ما أنت هتقوم بنشاط عضلي، سواء كنت هتهرب من الكلب مثلا أو هتدافع هتضرب، الحالتين محتاجين منك طاقة، عضلات رجليك محتاجة طاقة، عضلات ذراعيك ورجليك محتاجة طاقة لو أنت هتضرب أو هتجري، تمام؟ الطاقة دي هتيجي منين؟ لازم سكر. طب السكر ده هنجيبه منين؟ خد بالك الأمعاء تتوقف عن العمل. تاني الحتة دي، يعني تخيل كده معايا موقف مثلا إن أنت خايف، تمام؟ في خوف نتيجة أي مؤثر، قول المؤثر مثلا وليكن كلب بيجري وراك، أنت في الوقت ده كنت جعان، هل هتفتكر الجوع هتقول للكلب استناني بس اما اروح اكل واجي لك او بعد ما اكل اجري؟ لا، تمام. او حد بيعاكس اختك هتقول استنى بس اما اروح ادخل المطعم اكل الوجبه بتاعت السنه جعان خلي الشكل بعد ما اخلص؟ مستحيل، تمام. الموقف ده محتاج منك طوارئ، فلو انت جعان هتنسى الجوع، تمام. لو انت مزنوق عزك المولى يعني عايز تروح الحمام مزنوق بول برضو مش هتقدر تروح، ليه؟ المثانه عندك هترتخي بعد ما كانت مضغوطه ومليانه ميه، هترتخي عندك. كل ده عندنا على اساس ان انت الموقف ده موقف طوارئ مش وقته. طيب في الحاله دي الامعاء توقفت عن العمل، هل في غذاء هيجي من الامعاء؟ مفيش غذاء من جاي من الامعاء، ومفيش وقت ان احنا نسحب من الامعاء، كل الدم اللي في الامعاء تم سحبه مباشره وراح عند الاوائل سواء عضلات الذراعين او عضلات الارجل الاثنين. فبالتالي عندنا لازم يكون في مصدر تاني للسكر. يا ترى المصدر ده هيجي منين؟ هيجي من مخزن الاحتياطي، البنك الاحتياطي. من البنك عندنا؟ الكبد. الكبد عندنا والعضلات الاتنين مهمتهم بيخزنوا لي سكر في صورة نشا حيواني اللي بنسميه جلايكوجين، ده بيتم استهلاكه في الطوارئ دي او في وقت الصيام. لو انت صايم او ما اكلتش بقالك فترة طويلة بنبدأ نسحب من الكبد السكر اللي كان متخزن فيه في صورة جلايكوجين. حالات طوارئ زي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي حاليا، مجرد ما افرز الابينفرين والنور ابينفرين، رسالة وصلت للكبد بالهرمونين دول، يا كبد بعد اذنك طلع لنا سكر، فيرجع الكبد يحول الجلايكوجين المخزن فيه الى سكر ويحرره في الدم. فبالتالي نسبة السكر اللي في الدم أصبحت عندي سكر مرتفع كميته كبيرة، تمام. طيب ليه؟ لأن احنا محتاجينها في النشاط الطارئ اللي موجود. طيب رقم اتنين، ها خايف متوتر داخل شكلها بتمارس رياضة، كل ده عندنا هتلاقي ضربات قلبك من حيث القوة من حيث السرعة أكبر، ضغط دمك بقى زايد، واحد متعصب او متضايق من موقف مثلا، اتنين بيتشكلوا مع بعض، اتنين شادين مع بعض، هتلاقي ضغط الدم بتاع واحد منهم او الاتنين ممكن يزيد معايا. طيب كل ده عندنا هنلاقي عندنا في معدل زياده في معدل التنفس، تمام. العضلات بتاعتك بقى زياده عندنا في انتاج الطاقه، العضلات بتنتج طاقه اكبر، بتستهلك اكسجين اكتر، تمام. كل ده عندنا هيأثر وده بيظهر بشكل واضح في التمرينات الرياضيه او في الامثله اللي احنا قلناها مع بعض، كل ده نتيجه افراز هرموني الابينفرين والنور ابينفرين. وللعلم الابينفرين عندنا نسبة افرازه 80% بالنسبة للنور ابينفرين، وهو اقوى من النور ابينفرين، يعني كتأثير الهرمونين الابينفرين اقوى. الهرمون ده استحضرنا برضو فكرة ان احنا عندنا في بعض الاحيان ممكن بعضكم ممكن يكون بيشاهد بعض الافلام او المسلسلات لمريض بدأ ضربات قلبه وهو اثناء العملية بالانخفاض، مباشرة بيقوموا معطيين لحقنة ابينفرين، يعني تلاقي الطبيب في قلب غرفة العمليات مجهز الحقنة دي جنب منه للطوارئ اللي زي دي، تمام. ان هو شغال في العمليه لاحظ ان التنفس بدا يقل، ضربات القلب بدات تنخفض، قال لا ده الشخص بدا يموت مننا، طب والحل اللي قدام مني اعمل له تنفس صناعي ولا اضغط على قلبه واعمل له صدمات كهربيه؟ لا، هو القلب ما توقفش شغال لسه، تمام. فاحنا دلوقتي عايزين بس نخلي القلب يسرع، ففي الحاله دي ممكن ادي له ابره الابينفرين او حقنه الابينفرين، ففي الحاله دي هتعمل لي كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي اهم حاجه احنا عايزينها، هتزود لي ضربات القلب بتاعته اللي كانت شبه هتتوقف، لا هتزودها معايا، تمام، وهتزود لي استهلاك الاكسجين، هتلاقي معدل التنفس بتاعي هيزيد بمرور الوقت، تمام. دي نقطه خاصه بالعمليات ممكن تيجي لي في سؤال تفكير علمي او حته زي دي. ادي الصوره اللي كنت بقول لكم عنها يا شباب، احنا عندنا لو لاحظنا ده الجهاز فيه جهازين عصبي، في جهاز اسمه الجهاز العصبي الثمبساوي وجهاز تاني اسمه نظير السمبساوي او بيسميه بعض المراجع بارا ثمبساوي، سمبساوي وبارا ثمبساوي. بالنسبه للسمبساوي اللي هو بتاع الطوارئ، تمام، انما ده وقت الراحه. بتاع الطوارئ عندنا مثلا لما اكون انت متضايق بتلاقي بؤبؤ عينك يتسع،
تمام، ايوه انت متضايق من واحد تلاقيه بيبرق لك، دي بتبرق لي ليه؟ تمام، اه متضايق منك، او والدتك مثلا عملت حاجه غلط والضيوف قاعدين، تلاقي الايه ما شاء الله عليها عناء متبرق، يعني تعرف ان انت عملت مصيبه. طيب نيجي مع بعض عندنا، ننزل تحت هنا شويه، هنلاقي مقابل الغده الكظريه اللي هي فوق الكليه اهي، يحفز الكبد على انتاج وافراز الجلوكوز. طيب ازاي؟ اه الابينفرين والنور ابينفرين اللي بيفرزوا من نخاع الغده الكظريه هيروحوا للكبد يقولوا له يا كبد يلا طلع لنا السكر اللي متخزن فيك، لان الحاله حاله طوارئ. تمام، طيب بالنسبه عندنا للمثانه هيحصل فيها ارتخاء، هيخل المثانه لان الوقت ده وقت طوارئ مش ميت، وقت بول. ده بالنسبه عندنا للهرمونات الخاصه بالغده الفوكلويه او الغده الكظريه. اتمنى اكون استفدت من المعلومات اللي قلناها، لو في اي سؤال عندك اتمنى اشوفه في التعليقات او على جروبنا على التليجرام. ما تنساش تضغط لايك لو عجبك الفيديو. تمام، تمنياتي لكم بالتوفيق، مع السلامة.